مساء الخير عن جديد، متابعين معكم وصلنا لحكي ميديا. اليوم معنا آسيا. مساء الخير آسيا. مساء الخير أيها ونور. مساء الخير مشاهدينا، مكملين معكم بحكي ميديا ورصد لأهم الهاشتاجات والترندات. والأهم مثل العادة هو أنه نشوف كيف تفاعلتوا معها، كيف علقتوا عليها، شو كتبتوا على منصات التواصل الاجتماعي. رح أبدأ من الحدث الأبرز اليوم على السوشيال ميديا. عبد الباسط الساروت حارس نادي الكرامة السوري ومنتخب سوريا للشباب سابقا، أبرز قادة المظاهرات اللي قامت بمدينة حمص العادية المطالبة بإسقاط النظام بعد الثورة. صارت ألقابه كثيرة مثل حارس الثورة ومنشد الثورة، وتكرس اسمه كرمز إلى، وكان مثال للشباب الحر حيث كان آخر مقاتل يخرج من مدينة حمص. على رغم كل شيء لا يزال يقاوم ويناهض نظام الأسد ويصدح بصوته الفريد وبأغانيه الثورية الجميلة. ساروت اليوم مصاب إصابة بالغة بريف حما، والحقيقة الناس كتير تفاعلت مع هالخبر. فيديو لزملائنا بقسم نيو ميديا، خلينا نشوفه عن الساروت ونرجع سوا. الله أكبر، هذه تلملح، هذه تلملح اليوم سقطت تحت أيدي أبطال جيش العزة والمجاهدين. بإذن الله نغزوهم ولا يغزوننا. أطفال معرة النعمان وأطفال كفرنبل وأطفال المناطق اللي قصفت واللي قتل بها أطفالنا الأبرياء ما راح يروح سدى. ضرب الشهادة والشهداء مكملينه بإذن الله حتى آخر قطرة دم. الله يشفي للساروت. طبعا خلينا نشوف أهم شيء طبعا تعليقاتكم على هالموضوع. أول تعليق زيد عم بيقول عجزنا، يعني قصده يعني هو كاتب عجزا بس قصده عجزت نساء العالم أن يلدن مثلك حماك وشفاك الله. أما تعليق الثاني من محمد عم بيقول لديهم تشي جيفارا ولدينا الساروت الله يشفي. طبعا تعليقات كثير فيها هيك تعاطف. ألفونسو عم بيقول لم ولن تكون كلماته الأخيرة بإذن الله، الله يشافيه ويعافيه ونعم القائد والمجاهد. آخر تعليق من فراس الرحيم الناشط المعروف، عاود بساع لا تطول، نحن متفقين إنه للأخير ولسه عنا شغل، إلهي ومولاي داوي جراحه فراس أبو سليمان. فإذا هذا كان جزء من تعليقاتكم على إصابة ساروت أو حارس الثورة. خلينا قبل ما ننتقل لموضوعنا الثاني نسترجع سوا حالة الساروت، مواقف الساروت كيف كان يحكي بهالفيديو. يعني أنا الأمل عندي مستمر دائما، ما زال عندنا طفل بو مبدأ، ما زال عندنا نفس، ما زال نحن ماشيين على هاي الأرض بو تضحيات بو دماء. لا تصدق الناس تترك دماء ولادها وأطفالها وأخوانها ونسائها، تصدق تروح سدى. الأمل مستمر والثورة مستمرة بإذن الله، ليس بالقول، بالقول وبالفعل بإذن الله. سوريا جودي ونادي يا مقبرة الأعادي، سوريا عز بلادي صمودك يحينا، صمودك يحينا، نصراخ بعالي الصوت اللي عادينا يموت، نصراخ بعالي الصوت اللي عادينا يموت. صرت مع مقاتل جيش العزة، عندي لواء بجيش العزة، عم نكفي مسيرتنا يعني على الجبهات مثل ما هي. وبين الناس وقت صارت المظاهرات ورجعت أيام المظاهرات، طبعا المظاهرات ترجع مثل البداية بأعداد هائلة وكبيرة. ساعات وقف علينا القصف، فبالفترة كان واقف القصف لفترة صغيرة، فالشعب كله بيقوم لأنه هذا الشعب لسه داخل بهاي الثورة، لسه مستمر بهاي الثورة دفاعا عن التضحيات، دفاعا عن كرامته، دفاعا عن حريته اللي طالب فيها بالبدايات.
ما سامحينا والله حقك علينا انتم مننا ولينا بالجبارة ملنا حشل الله يخيرنا. طبعا نحن انتصرنا بالثورة الأولى على بشار الأسد، انتصرنا على هذا النظام الفاسق الفاجر اللي كان يقمعنا، انتصرنا عليه، كل الدنيا تعرف انه انتصرنا عليه. فدخل الإيرانيين ودخلوا الروس ودخلوا ودخلت الميليشيات ودخل ودخل ودخل، واللي ما دخل على الأرض دخل بالدعم كأصدقاء للنظام، تمام. فطبعا يعني أنا الأمل عندي مستمر دائما، والشعب يعطي دروس للمعتدين للمعتدين. ادلب جسر الشغور والدائرة تدور، ادلب جسر الشغور. الأيام اللي راحت بالبدايات، أيام النقاء، أيام اللي كانت الثورة كانت على برونقة، كانت الثورة ثورة شعب كاملة، ما كانت ثورة فصائل وثورة قادة وأجندات وسياسات، وتدخلت الدول لتشتيت هاي الثورة، لتضعيف هاي الثورة ولتربية شعوبهم بشعبنا السوري يعني. الكلام واضح يعني اللي بده يفهم هذا الكلام، تمام. فهذيك الايام البدايات هي مع انه كانت اصعب علي انا كشخص يعني، كانت اصعب علي لانه كنت يعني من اقلاء الملاحقين بالبدايات ايام السلميه وايام، فكانت حتى وضع خطر اخطر من هلا واصعب من هلا. اليوم اخي بيجيك صاروخ وبيقتلك، قبل انت ما بتعرف حالك، بتنأسر بتنقتل، بيشيلوا اهلك، بيقتلوا أمك، بيقتلوا أبوك، بيقتلوا بيداهموك بكل محل، بيراقبوك بكل محل. فالأيام هذه كانت أخطر علي، ولكن كانت أجمل لأنه كانت ثورة شعب. سوريا عز بلادي، صمودك يحيينا، صمودك يحيينا. فإذا هذا كان موضوعنا الأول. موضوعنا التالي مشاهدينا مقال أو بوست على فيسبوك بعنوان علاء الدين أصله حلبي. الدكتور سامي مبيض قال عن يعني على خلفية الفيلم عن بطل فيلم ديزني الكلاسيكي المرسوم عام 1992. طبعا علاء الدين هو يعني حالة كانت فقيرة تسببت له أو تسبب له الفقر الشديد بحالة عدم الأمان، خلاه يحس دائما بأنه ما له قيمة وما بيستحق الحب، خصوصا حب الأميرة ياسمين. وعلى الرغم من هالشي حافظ على قلب دافي وغير أناني، وهالشي خلاه يستحق مصباح سحري فيه جني بيحقق الأمنيات. علاء الدين مأخوذ عن الشخصية المسمات في حكايات علاء الدين من قصص ألف ليلة وليلة. الباحث التاريخي سامي المبيض كتب يعني فحوى تقريبا البوست على فيسبوك انه هنالك لبس تاريخي في القصه. بيقول الاستاذ سامي: احدى قصص حنا دياب كانت عن الفتى اليتيم علاء الدين الذي يخرج المصباح السحري من كهف العجائب ويتزوج من ابنة الإمبراطور بدر البدور، مزج فيها بين الواقع والخيال وأدخل الكثير من مشاهداته اليومية في حلب على القصة. عندما رواها للمستشرق الفرنسي بحسب المذكرات يوم 5 أيار 1709 أعجب بها الأخير وأدرجها في النسخة الفرنسية من الكتاب لتترجم لاحقا إلى اللغة العربية، وبعدها قص عليه قصة علي بابا والأربعين حرامي التي صارت أيضا من الكلاسيكيات العالمية. ختم البوست بقوله: لماذا لا يعرف أحد شيء عن حنا دياب، ولماذا مذكراته موجودة بالفاتيكان؟ هو عاد إلى حلب وعمل في التجارة وتوفي هناك، فكيف وصلت مذكرته إلى الفاتيكان؟ لماذا لا يذكر إلى جانب القصاص المعاصرين السوريين أمثال عبد السلام العجيلي وغادة السمان وألفت الأدل؟ بالحقيقة البوست كان عليه كثير تعليقات وتفاعل على السوشيال ميديا. خلينا نشوف التعليقات. أول تعليق من نايلة عم بتقول: الأسماء لا علاقة لها بالموضوع، وهي كما قيل في أحد التعليقات تأخذ لهجة أو لكنة اللغة المترجمة إليها ولا تنقص من قيمتها. أما بالنسبة للقاص حنا دياب الحلبي الماروني، العائلة موجودة لوقتنا الحالي، ويريت نسمع أكثر من طرفهم ليعاد له الاعتبار على الأقل للتذكير بفضله. التعليق الثاني حسام عم بيقول: السؤال الأهم يا سيد كاتب المقال، على بناء على رأيه لحسام، ليش هالشي اللي عم تحكوا فيه من تغييب الغرب لشخصيات معروفة أدبيا وعلميا لغيره من المعرفة؟ هل الشخصيات هي أبناء وحكومات بلدهم عطتهم حقهم
ولا ساهموا بتمصن أكثر من يلي عملوا الغرب؟ ليش ما سمعنا بالأستاذ حنا دياب حتى ذكرته حضرتك وذكرت فضله على التراث العالمي؟ ليش بخشوا راسنا بالأسماء والشخصيات العربية اللي لا تمت لحضارتنا السورية بأي صلة؟ شو بيعرفوا طلابنا عن حضارتنا الأصيلة؟ بندرس عن تاريخ وحضارة الجزيرة العربية طبعا. كلمة حضارة بين قوسين أكثر عن حضارتنا الحقيقية. طبعا هذا رأيه لحسام. ندى عم بتقول علينا بالكتابة إلى المخرجين في هوليوود ليصححوا المعلومات ونشرها في الصحف الغربية والأمريكية وليس فقط عندنا. آخر تعليق بعتقد زافر عم بيقول لأن مزامير الحي لا تطرب وعقدة الخواجة متمكنة منا منذ أمد ليس بالقصير وإلى أن يشاء الله. يعني الآراء مختلفة كانت حول هالموضوع. حبينا نجيب لكم تقريبا قسم كبير من الآراء المتباينة. مشاهدينا خلصت فقرة حكي ميديا لليوم، بتمنى أنه تكون نالت إعجابكم. بدي أرجع للزملاء وأتمنى لكم ليلة سعيدة. شكرا آسيا. صوت إضافي بعد الفاصل.